صباح الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ وآثار مصر بطريقة مبسطة نقدر نفهمها كلنا. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند هي مصر دي لما وحدها مين موحد القطرين ده كان اسمها ايه؟ يعني كان اسمها مصر كده ولا كان اسمها ايه؟ خليني اقول لك حاجة انت اكيد واخد بالك منها، ان في فرق بين ان انت بتقول اسم بلدك ايه او بتقول على بلدك ايه، والتانيين اللي بيتكلموا لغات تانية بيقولوا اسم بلدك ايه. يعني انت تقول مصر وتلاقي واحد يقول لك ايجيبت والتاني يقول لك ايجيبتن والتالت يقول لك اخيبتو، بيكلموا لغات مختلفة. انت برضو تقول انجلند واحد يقول لك انجلترا، يعني ما هو برضو نفس يعني اسمين لنفس البلد. يعني طب مصر كان اسمها ايه زمان؟ امتى؟ لان مصر دي اقدم دولة في العالم، انت بتتكلم على الاف السنين، وفي خلال الاف السنين دي مصر كان عندها كذا اسم. طيب لما كان مين او كانوا القدماء المصريين هم اللي عايشين وبيحكموا زمان، كان مصر دي اسمها ايه؟ والله كان اسمها حاجات كتيرة جدا، يعني مثلا كان اسمها تمري يعني الارض الطينية، يعني مثلا كان اسمها كيمت يعني الارض السوداء اللي هي الارض الخصبة، يعني مثلا كان اسمها ادبوي يعني الارض اللي فيها شاطئين، يعني مثلا كان اسمها تاوي يعني الارضين الشمال والجنوب، وحتى لما كانوا يتكلموا على الشمال بس يعني يقول لك تمحو، طب بيتكلم على الجنوب يقول لك تشمعو، وكان يقول لك ديشرت اللي هي الصحراء الارض الحمراء، حاجه غريبه جدا يعني حتى في الانجليزي يقول لك ديزرت، وديزرت جايه من اعتقد يعني جايه من ديشرت الكلمه القديمه الكلمه المصريه القديمه، فكان اسمها بيتغير. بس هو يعني زي المملكة العربية السعودية وأرض الحرمين الشريفين ممكن يكون ليها كذا اسم، وكانت كل الأسماء مستخدمة، إجبت أرض الفيضان، إجبي زي ما جات في كتاب البوابات في الصفحة 147، أسماء كتيرة جدا. طب ده كان أسماء مصر بالمصر القديم. طب زمان بقى الممالك اللي كانت جنبنا كانت بتقول على بلدنا ايه؟ هو كان في ممالك جنبنا طبعا، الاشوريين والكلدانيين والاموريين والاراميين والعبرانيين والبابليين، كانوا بيقولوا علينا ايه؟ كان يقول لك كمصري، كان يقول لك مصر، العبرانيين مثلا كان يقول لك ميزرايم جايه من مصرايم مثلا مصرو، فكانت دي الاسماء في رسائل تل العمارنه اللي كانت ايام اخناتون تقريبا 1360 قبل الميلاد. يعني دي اسماء مصر عند الناس اللي هم الاجانب. طب هم جابوا الاسم ده منين؟ دي لغات ساميه. طب هم جابوها منين؟ جابوها برضو من احد الاسماء المصريه القديمه التي كانت تنطق في مصر القديمه زمان، احد اسماء مصر اللي احنا قلنا تمري وتاوي وكمت وتاشمعو وتائمحو و و و و، كان احد الاسماء اسمه مجر اللي هو المحميه او المحصنه الحصن، جاء منها كلمه كمصري، جاء منها كلمة مصري، حتى اسم الشهر مصري أو مصرع برضو اسم الشهر. فهي إحنا بنعتقد لأن اللغة العربية هي لغة من اللغات السامية، فجاء في القرآن الكريم اسم مصر صريح اسمه مصر، ونعتقد أن الاسم ده جاي من زمان كان أحد أسمائها الكثيرة مجر الحصن أو المحمية. طبعا هي محمية من ربنا من زمان. أمال إيجيبت دي النهاردة جاية منين؟ حقيقي كلمة إيجيبت برضو جاية من أحد أسماء مصر القديمة، لأن حوت كا بتاح أو حت كا بتاح مقر روح الإله بتاح أحد الآلهة المصرية القديمة. لما بدأت اللغة اللاتينية تظهر حرف الحاء كان صعب عليهم إن هم ينطقوه، فراحوا جايبك حت كا بتاح، راح قال لك إيجي بتاح إيجيبت إيجيبت النهارده. إيجي بتاح هو إيجيبت هو المقر الإله بتاح. وفي ناس تانية بتقول لك لا، ان كلمة ايجيبت دي جاية من اجبت اللي هي ارض الفيضان، وجاء منها برضو قبط اللي هي قبط اللي هم الاقباط اللي عمرها ما كانت دين. الاقباط جاية من كلمة ارض الفيضان، جاية من كلمة مصر برضو احد اسماء مصر قديما، فالاقباط عمرها ما كانت ديانة، الاقباط دايما كانت بتعني جنسية، كانت بتعني جنسية ناس جنسية بلد. الاقباط او قبطي بتعني زي ما انت عارف مصري مش مسيحي. أشكركم ونشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.